بسم الله. سوبر نتورك أو مسميات أخرى: Route Summarization, Route Aggregation, Super Netting, Prefix Aggregation. كلها تتكلم عن نفس الفكرة. لنفرض أنه عندنا مجموعة من الكليات في داخل الجامعة، فمثلا عندنا هذه الجامعة، شبكة الجامعة، وعندنا مجموعة من الكليات، فمثلا عندنا كلية الطب، كلية شبكة كلية الهندسة، وناخذ كمان كلية أخرى، كلية العلوم. في كل كلية في عندنا أقسام، فمثلا لناخذ كلية الهندسة ونقول في كلية الهندسة كمثال، خلينا أجيب هذه هنا، في عندي قسم الهندسة الكهربائية، قسم الهندسة الميكانيكية، وقسم الهندسة المدنية، وكمان قسم الهندسة النووية. فهذه الأقسام شبكاتها كلها متصلة بشبكة كلية الهندسة، وشبكة كلية الهندسة متصلة بشبكة الجامعة. الآن كل دائرة تمثل راوتر، فراوتر كلية الهندسة يجمع أو متصل براوتر الأقسام، قسم الكهرباء والميكانيكا والمدنية والنووية. كل قسم في داخله مجموعة من الراوترز اللي بتوصل المكاتب والمعامل و الإدارة. أوكي؟ فالآن هل يجب على الراوتر الموجود في شبكة الجامعة إنه يحتوي على الراوتينج تيبل لكل الراوترز الموجودة في قسم الكهرباء؟ لا، يكتفي فقط ب معلومات الراوتر الخاص بكلية الهندسة، والراوتر الخاص بكلية الهندسة يكتفي بمعلومات الأقسام. والراوتر الموجود في كل قسم يكتفي بمعلومات المكاتب والمعامل والإدارة. فنحتاج إلى تقليص الراوتينج تيبل انتري بحيث تكون عملية الراوتينج أسرع. فمثلا لو في داتا مرسلة من كلية الطب إلى كلية الهندسة، من جهاز في كلية الطب إلى كلية الهندسة، فهي ترسل إلى الراوتر الموجود في الجامعة، والراوتر الموجود في الجامعة يشوف الراوتينج من كلية الطب إلى كلية الهندسة فيرسلها مباشرة إلى كلية الهندسة، والراوتر الموجود في كلية الهندسة يشوف الداتا مرسلة إلى أي قسم ويرسلها إلى القسم المعني، والقسم يرسلها إلى الراوتر الخاص إما بالمعامل أو بالمكاتب أو بالإدارة، وهكذا. فهذه فكرة السوبر نيتنج، بحيث انك تجمع عناوين الشبكات تحت عنوان ملخص مختصر واحد يمثل مجموعة الشبكات. فخلينا ناخذ امثلة عملية. لنفرض انه عندي الشبكات التالية: هذه الشبكة الاولى، واحد أو عفوا 100،
151.100.1.0. الشبكة الثانية 151.100.2.0. الشبكة الثالثة 151.100.3.0. الرابعة نفس الكلام 100.4.0 إلى لنفرض 151.100.7.0. إذن أنا عندي الآن مجموع 7 شبكات كلها في قطاع واحد. وكما يلاحظ إنه الشبكات هذه متتالية، وكمان يلاحظ إنه أحجامها متساوية. فلنفرض إنه هذه الشبكات أحجامها 4 2 أس 8 أو 24 سايدر 24. فنقول هذه كلها 24، بمعنى حجم الشبكات هذه كلها 2 أس 8 بت، فهذا السايز. اوكي طيب، اذا الان عرفنا ايش هي الشروط الواجب توفرها عشان نعمل السوبر نيتنج او السمرايزيشن. اولا انه تكون الشبكات من كلاس واحدة، وكل الشبكات اللي انا بنعمل لها سمرايزيشن تكون من نفس الكلاس. فهذه الشبكات في كلاس بي، إذن الشرط الأول تحقق. الشرط الأول same class، الشرط الثاني أن تكون الشبكات متساوية ومتتابعة. فهذه الشبكات كلها أحجامها size of 2 power 8، فحجم الشبكة متساوي same size. الشرط الثالث ان تكون الشبكات متتابعة، فهذه الشبكات 1 2 3 4 إلى 7 كلها متتابعة. اوكي، واللي هي contiguous. طيب كيف اعمل السوبر نيتنج؟ ببساطة كل اللي اسويه اني اشوف ايش الاجزاء الثابتة من الـ IP addresses وإيش الأجزاء المتغيرة. فلو لاحظنا إنه الشبكات هذه الجزء الأول الـ 2 octets الأولى ثابتة، ويبدأ التغيير من الأوكتت الثالث، ولكن ليس كل الأوكتت، فأحتاج الأوكتت الثالث إنه أحوله إلى باينري وأشوف التغيير فين بيحصل. فأخذ مجموعة مثلا اللي هي المجموعة الأولى، فحأرمز للأجزاء الثابتة بإكس، فأقول إكس دوت إكس هذه ثابتة، وبعدين الأوكتت الثالث أحوله إلى باينري. فالآي بي الأول حيكون 1 2 3 4 1 2 3 4. أوكي، فهذا الأوكتت الثالث بالإضافة إلى الأوكتت الأخير كله أصفار. الآي بي الثاني نفس الكلام أحوله 1 2 3 4
1 2 3 4 والأوكتيت الأخير. الثالث 1 2 3 4 1 2 3 4 وهكذا. فلاحظ إلى 7 هأجد أنه في ال آخر اي بي 1 2 3 4 1 2 3 4 فألاحظ إنه الثلاثة بت الأخيرة هي المتغيرة. خلينا أخذها بلون آخر. الثلاثة بت الأخيرة هي المتغيرة. عفوا كذا. وهذه الأجزاء ما تزال ثابتة. إذن الأوكتيت الأول ثابت، الأوكتيت الثاني ثابت، والأوكتيت الثالث عندي في 5 بت ثابتة. أوكي؟ فعشان أحول الآن الـ IP address، الـ IP addresses هذه أعمل لها سوبر نتورك، إيش أسوي؟ الأجزاء الثابتة تنزل كما هي، الأجزاء المتغيرة أحولها إلى أصفار. فخلينا أوريك الآن الأجزاء الثابتة حتنزل كما هي، فحيصير الإكسات هذه في الأوكتيت الأول حتتحول إلى 151 151 دوت. الأوكتيت الثاني هينزل كما هو 100. الأوكتيت الثالث هيتحول هيبقى كما هو أصفار، والجزء الباقي من الأوكتيت الثالث هذا هيتحول إلى أصفار، والأوكتيت الرابع هيتحول إلى أصفار. فهيصير الأوكتيت الثالث أصفار والأوكتيت الرابع أصفار. أوكي؟ فإذا هذا هو السوبر نتورك. فنقول السوبر نتورك، السوبر نتورك هتكون 151.100.0.0. طيب الآن نيجي لي السبنت ماسك. كم هو السبنت ماسك للسوبر نتورك؟ ببساطة الجزء الثابت هيتحول إلى وحدات في السوبر نتورك، في السبنت ماسك للسوبر نتورك، والجزء المتغير هيتحول إلى وحدات إلى أصفار. ف الإكس هتتحول إلى وحدات في السبنت ماسك وتصير 255. الأوكتيت الثاني هيتحول إلى وحدات 255. الأوكتيت الثالث 5 بت هتتحول إلى وحدات، والثلاثة بت الأخيرة هتتحول إلى أصفار، بالإضافة إلى الأوكتيت الرابع هيكون كله أصفار ينزل صفر. طيب الأوكتيت الثالث 5 وحدات من اليسار. خليني أذكرك بالجدول اللي اتفقنا إنك تحفظه يسهل عليك، اللي هو الون بايت. 1 2 3 4 5 6 7 8 وقلنا 1 2 4 8 16 32 64 128. وحيكون عندنا في الأسفل 128 191 223 223 223. وعفوا 224 و240 و248 و252
254 255. فإذا عندي 6 بت، عفوا 5 بت من اليسار كلها وحدات، 1 2 3 4 5، والبقية كلها أصفار. إذا حيكون عندي السبنت ماسك قيمته 248. فإذا هنا السبنت ماسك حيكون 255.255.248.0، والسايدر حيكون كم؟ 21، لأنه 8 في الأوكتت الأول و8 في الأوكتت الثاني 16 16 و5 21. أوكي، إذا هذه هي السوبر نت. ID اللي تمثل السبع شبكات هذه، فاختصرت السبع شبكات بشبكة واحدة سوبر نتورك. الـ ID حقها 151-100-0-0-21، السبنت ماسك 255-255-248.0. واضح؟ طيب مثال آخر، لنفرض انه عندنا الشبكات التالية 192.168.50.0/25، والشبكة الثانية 192.168.50.128/26، الشبكة الثالثة 192.168.50/192/27، الشبكة الرابعة 192.168.50.224/28، الشبكة الخامسة 192.168.50.240/28. طيب خلينا نطبق الشروط. الشرط الأول إنها تكون من نفس الكلاس 192.168 كلاس C، كل الشبكات من كلاس C، إذن الشرط الأول أوكي. الشرط الثاني أن تكون كل الشبكات من متتالية، فالشبكات يظهر إنها متتالية 0 128 192 و 224 و 240. الشرط الثالث إنها تكون من نفس الحجم، الحجم للشبكة الأولى 2 to the power 7، الشبكة الثانية 2 to the power 6. طبعا 7 اللي هي how many bits in the host part، فإذا كان عندي 25 bit في النتورك هوست، الباقي من الـ 32 7 bit اللي هي للهوست، يصير السايز للشبكة 2 to the power 7. 26 2 to the power 6، 27 2 to the power 5، و 28 2 to the power 4. فإذا أحجام الشبكات مختلفة ما عدا الشبكتين الأخيرة، الشبكتين الأخيرة بنفس الحجم. إذا ما أقدر أسوي سوبر نتورك لكل الشبكات مع بعض، فقط الشبكتين الأخيرة. فأبدأ بالشبكتين الأخيرة وأقول الجزء الثابت من الشبكات حينزل كما هو، والجزء المتغير هو اللي يبدأ عليه العمل تحويله إلى بيت،
ونشوف الجزء الثابت والجزء المتغير. فهذه 192.168.50 و 224.123.0.0.0.0.0. فهذا الأوكتيت الرابع للشبكة الأولى. نجي للشبكة الثانية هنقول 192.168.50.1111. فهذه 128.191.224.240. بعدين 0000. أوكي. الآن فين الجزء الثابت؟ يتضح إنه الجزء الثابت هو الثلاثة بتس الأولى من الأوكتيت الرابع، هذه كلها ثابتة، والمتغيرة الخمسة بت الأخيرة. فإذا هنقول السوبر نتورك اللي تمثل الشبكتين هذه هي كالتالي. طبعا همسح الشبكتين هذه الأولى وأحولها إلى، أو بلاش أمسحها، أكتبها تحت وأقول الشبكة أو السوبر نتورك هي 192 الأوكتيت الأول، 168 الأوكتيت الثاني، 50 الأوكتيت الثالث، الأوكتيت الرابع ينزل كما هو اللي هو 111 حيصير 240 وبالبقية تتصفر 240، ويتبقى جزء السبنت ماسك. السبنت ماسك الجزء الثابت حيصير كله وحدات، والجزء المتغير حيصير كله أصفار. إذن السبنت ماسك في الأوكتيت الأول حيكون 255، الأوكتيت الثاني 255، والأوكتيت الثالث 255. الأوكتيت الرابع حيصير عندنا أول ثلاثة بت حتصير وحدات والبقية أصفار، إذن 240. إذن كم بت للنتورك؟ الأوكتيت الأول 8، الأوكتيت الثاني 8، الأوكتيت الثالث 8، هذه 24، وثلاثة أوكتيت 27، أو ثلاثة بت 27، فيصير سايدر 27. إذن الآن أصبح عندي سوبر نتورك جديدة تمثل الشبكتين هذه. هذا خلاص ما نحتاجه. طيب الآن نرجع تاني مرة، لاحظ أصبح الآن عندي الشبكة من سايز 2 to the power 5، 27 السايز حقها 2 to the power 5، نفس السايز هذا للشبكة اللي قبلها. إذن بالإمكان إني أعمل سوبر نتورك تجمع هذه الشبكتين. فخليني الآن أعمل هذا الشيء وألخص هذه الشبكتين كمان. طبعا هذه الشبكتين ألغيت
وأصبحت عندي الآن 4 شبكات، واحدة سوبر نت وثلاثة شبكات مختلفة. الآن أشتغل على هذه الشبكتين لأنها من نفس الحجم كالتالي. نقول الجزء الثابت يبقى ثابت، والجزء المتغير هو اللي هنحوله. فهذه هتبقى ثابتة، همثلها بX، والجزء المتغير هيتحول اللي هو 1 92، هتصير 1 1 0 0 0 0 0. هذا الأوكتيت الرابع للشبكة الأولى. الشبكة الثانية هتكون X X X، وبعدين 1 1 1 1 0 0 0 0. طيب لاحظ الجزء الثابت فين؟ الجزء الثابت هو هذا، والجزء المتغير يتحول أصفار. فالشبكة الجديدة حتصير، خلينا ناخدها بالبنفسجي، حنقول الشبكة الجديدة 192.168.50.11. في الأوكتيت الرابع هتطلع 192. أوكي، كم عدد البيتس للنتورك؟ في الأوكتيت الأول 8، الثاني 8، الثالث 8، 24 و2 26. فهذه 26. إذن السوبر نتورك اللي تمثل الشبكتين 192.168.50.192 مع الشبكة 192.168.50.240 هي 192.168.50.192/26. إذن هذه السب نتورك أو السوبر نتورك الجديدة. فهذه السوبر نتورك الجديدة. إذن السوبر نتورك السابقة كمان نكنسلها، فهذه كنسلت وهذه تكنسلت. يصير تبقى الآن عندي في الراوتينج تيبل 3 شبكات. الشبكة شبكتين من الأساس، والسوبر نتورك من 3 شبكات. طيب الشبكة الأخيرة، السوبر نتورك الأخيرة من حجم كم؟ 2 to the power 6. وهذا يعني أنه عندي احتمالية كمان اني اعمل سوبر نت اضافية لانهم بنفس الحجم. وهذا يخليني الان ارجع اعمل سوبر نت ثانية وامشي بنفس الخطوات، وحيطلع عندي السوبر نت الجديدة 192.168.50.128/25. اوكي، وحتتكنسل الشبكات السابقة. اوكي طيب الشبكة السوبر نت الجديدة من سايز 2 to the power 7، وهذا يعني انه في احتمالية كمان اني ممكن اختصرها بسوبر نت مع الشبكة المتبقية وأعمل شبكة أكبر. فهطبق نفس الطريقة وحيطلع معايا 192.168.50.0/24. إذن هذه سوبر نتورك واحدة تمثل الخمسة سب نتوركس السابقة باللون الأصفر. أوكي، ولكن هل طبقت السوبر نتورك مباشرة؟ لا،
اشتغلت بالتدريج من الشبكة، طبقت الشروط على الشبكات، هل ان الشبكات من كلاس واحد، هل ان الشبكات متتالية، هل الشبكات من نفس الحجم. لما تنطبق الشروط تبدأ بالتدريج تعمل سوبر نتوركس، وبالتدريج طلع معانا انه الشبكات كلها يمكن تمثيلها بسوبر نتورك واحدة، الـ ID حقها 192.168.50.0/24.